طيب، في اخبار محليه وعالميه كتير معانا هنعلق عليها مع ضيفنا العزيز في حلقه اليوم الاستاذ محمد القوسي. بس قبل ما نروح فاصل الضيف، خليني اخد هاشتاج كلام في الميديا وتواصل جمهور الاهلي معانا ونشوف الفيديوهات اللي وصلت لنا ونعلق عليها. نبتدي باول فيديو، يلا بينا. مساء الخير يا كابتن، بمس عليك ومس على جمهور الاهلي العظيم، احسن جمهور في الدنيا. عندي بس كام سؤال كده بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لعقوبه كهربا، لا قدر الله لو الدوري اتلغى، العقوبه تتلغي مع الدوري ولا تضاف على الدوري الجديد؟ بالنسبه لرمضان صبحي، الاهلي هيتم شراءه فعلا بالفعل نهائيا. السؤال الثالث بالنسبه للجهاز الطبي، فعلا الاهلي هيجيب جهاز طبي عالمي؟ وشكرا يا كابتن، ارجو الرد عليا. طيب، هم ثلاث أسئلة. فالسؤال الأول بيتكلم على عقوبة كهرباء، وهل العقوبة هتتلغي لو الموسم اتلغى؟ ده أمر لسه ما حدش يقدر يعني يقول فيه حاجة، لأن كهرباء أو بالتحديد ما فيش لائحة بتقول كهرباء العقوبة بتاعته تخلص بنهاية الموسم ولا لأ. في اتجاهات في اتحاد الكورة، خليني أقول لك، يعني في البعض يقول لك خلاص العقوبة كده تتلغي طالما الموسم ممكن يتلغي، وهو ده أمر مستبعد بإذن الله إن الموسم يتلغي يعني. وفي البعض يقول لك من لجنة انضباط الانضباط يقول لك ايه، لا العقوبه تستكمل بشكل طبيعي جدا لما يتم بدايه الموسم الجديد يعني. فلسه ما فيش بت نهائي وقرار نهائي بخصوص كهرباء. فيما يتعلق برمضان صبحي، طبعا الاهلي هيسعى بكل قوه لشراء رمضان. فيما يتعلق بجهاز طبي عالمي، حتى الان الاهلي ما بيفكرش في الجزئيه دي، او خلينا اقول في دراسه للملف بشكل كامل، لكن لسه ما فيش قرار نهائي بخصوص تواجد جهاز طبي عالمي ولا لا. بالمناسبه اتكلمنا في كده وقلنا ان الدكتور خالد محمود دكتور مميز جدا، والموضوع بيبقى بتاع الاصابات ده عباره عن تشخيص، ده اللي بيقوم بيه دكتور خالد محمود، بينجح في التشخيص ده امر حقيقي، لكن فيما يتعلق باستكمال العلاج وكلام من ده دي امور اخرى اكيد بيتم دراستها من قبل نادي الاهلي. السؤال اللي بعده نشوفه، يلا. طبعا مفتقدين النادي الاهلي، فتره صعبه على الكل، بس هنعمل ايه؟ ربنا يعدها ويرينا بخير. طبعا اول سؤال نفسي اساله هو كابتن رمضان صبحي هيجدد ولا ايه النظام هيمشي؟ تاني احنا محتاجين سيرد باك جنب متولي وربيع وياسر ورا. طيب، موضوع رمضان هيجدد ولا ايه، احنا سمعنا تصريحات رمضان من يومين، الراجل اتكلم في ان هو طبعا بيرغب في ان هو يرجع للاحتراف وكلام من ده، لكن لسه ما فيش حاجه مضمونه. لكن في كل الاحوال الاهلي بيرغب في شراء رمضان مش تمديد اعارته بس. امر ما تقدرش تحسمه دلوقتي على السنه نهايه الموسم، هل رمضان ممكن يجي له عروض ولا لا؟ هو قال ان في عرض من ايطاليا وكلام من ده، هل ممكن ينجح انتقاله اصلا لايطاليا ولا لا؟ المفاوضات مع الاهلي وهدرسفيلد ممكن تنجح اصلا ويجي الاهلي مثلا؟ كلها امور لسه في المستقبل ما نقدرش نعرفها، لكن المؤكد ان الاهلي عايز رمضان صبحي وهيحاول يشتريه. فيما يتعلق بان هو بيتكلم على مدافع والاهلي محتاج مدافع وكلام من ده، اكيد لجنه التخطيط للكره ومستر ريني فايلر في دماغهم القصه دي. ناقص فيديو، يلا. كنت حابب اعرف هل اللاعبين معارين في حسابات مستر فايلر، وهل الاهلي هيسمح ببيع ازارو ولا لا؟ طيب، فيما يتعلق بالمعارين، اكيد في حسابات فايلر واكيد في متابعه ليهم، احنا عندنا عدد من المعارين في مختلف الانديه، فاكيد الجهاز الفني بيتابعهم، في تقارير دايما عنهم، وبناء على هذه التقارير واحتياجات الفريق فبالتالي هتاخد القرار النهائي بعوده بعضهم يعني. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، ازارو لسه الامر ما تمش البت فيه بشكل نهائي. ازارو موجود في الاتفاق السعودي، ماشي بشكل كويس معاهم واحرز اهداف في عدد قليل من المباريات، فبرضه ده هيبقى متروك لنهايه الموسم وطبقا لتقييم المدير الفني ومتابعه الجهاز الفني كمان لازارو هناك في السعوديه. طيب، دي كانت اخبار او بعض الفيديوهات الخاصه بجماهير الاهلي وتساؤلاتهم ورسائلهم كمان من خلال هاشتاج اسال كلام في الميديا، وفي اي وقت تقدروا طبعا تبعتوا على الهاشتاج ده اي سؤال انتم حابين نعرضه ونجاوب فيه على حضراتكم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ينضم لي الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير وحديث باستفاضه عن بعض ملفات الهامه. استنوا